راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا عزاء المؤمنين والسلوى، يا غريب يا مظلوم كربلاء حسين، يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتيل مات ممتحن؟ أجبتهم بفؤاد خافق وهني، ما غسلوا ولا لفوه في كفني، يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا ميتان ترك الأعلام هاوية، تناهبت سهام الباغي رامية، وأعظم الخام في الإسلام داهية، عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضعف ميزر ورداية، والله وساده دحب طرس يا شيعة، وساد على اللي شيد العالم، وساد على التربان مرمي بلاه، وساد وعلى صدره تدوس الأعوج. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه المجيد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لذكر محمد وآله صلوات. على محمد وآل محمد، الله مصلي على
هذه الآية المباركة تتكلم عن مراحل الإسلام الأولى، وذلك يوم كان علي عليه السلام عمره 9 سنين. هذه الآية نزلت تعبر عن هذه المرحلة التي لم يكن فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، وما معه إلا من؟ علي بن أبي طالب عليه السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فقط، احنا 2 فقط. هذه الآية إذن تعلمنا شيء. عادة الحديث عن علي عليه السلام حديث عن ماذا؟ من هو السابق إلى الإسلام؟ مجرد أن تقول أسلم علي عليه السلام قال لك لكنه كان، تقول له شنو كان صغيرا؟ والإسلام أكو فيه صغير وكبير، ويا مسلم يا غير مسلم، العقيدة ماكو فيها يا مسلم يا غير مسلم، يا عاقل يا معاقل، عاقل أسلم انتهينا. معادلتها بسيطة جدا. كيف معادلتها بسيطة؟ أسلم بنفسه أم بدعوة؟ بدون ما حد يقول له، هذا الحكي ويا الآخر. أسلم بنفسه بدون ما حد يقول له، نزل عليه جبرائيل، لو النبي قال له أمير المؤمنين أسلم، شلون أسلم هو بوحده هالشكل؟ لو النبي دعاه، النبي دعاه، هو ما يصير نزل الوحي عليه؟ لا. إذن النبي دعاه. سؤال الثاني، النبي يوم دعاه من عنده لو بأمر الله؟ أمر الله. لما دعاه أسلم، الله قبل إسلامه لو ما قبل؟ بعد انت شلك شغل؟ شلك شغل جاي في الوسطى؟ هو صبي، هو صغير، تقول له الله امر نبيه، ادعه، دعاه، استجاب، خلصنا. معادلات هذه. اسلم بدعوة والنبي لا يتكلف وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي امره الله، نفذ، استجاب علي، قبله الله. إذن ما عندنا لا صغير ولا كبير، علي السابق إلى الإسلام. هذه خلها على جانب. تعال إلى الأشياء الأخرى. أنت من أسلم 13 سنة في مكة، اختر لك من شئت من الصحابة، اختر لك من شئت من الصحابة، ومنهم صحابة عظام لكن لا يقاسون بمن؟ بعلي بن أبي طالب. أعطني قائمة أعمال في مكة فقط، اختر من شئت وأعطني قائمة أعمال في مكة. ما موجود إلا علي بن أبي طالب. علي عليه السلام، وأعطي قائمة قوائم. هو أسلم، هو في يوم وأنذر عشيرتك الأقربين، هو في يوم فاصدع بما تؤمر، هو لما بدأ حصار 3 سنين أو 4 هو الذي كان يبات على الفراش، هو الذي كان يأتي بالطعام مسارقة. شايف المعنى مسارقة؟ مسارقة يجيب الطعام للنبي صلى الله عليه وآله إلى الهجرة. أنا عندي قائمة طويلة، هي قضية فقط علي سبق إلى الإسلام، سبق إلى الإسلام ومعه أعمال. هذه أول خانة. الخانة الثانية التي يغفل عنها الإنسان أنه ليس مجرد إسلام، إنما كان داعيا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وفرق بين من يدعى ومن يكون هو داعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو أنا ومن اتبعني. من هو غير علي بن أبي طالب؟ قلب التاريخ، فقط واحد لا يؤدي عنك في تبليغ سورة براءة. لما نزل جبرائيل ايش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، يا أنت يا علي بن أبي طالب فقط، أشركه في أمري.
تقول له إذن الدعوة واضحة، هذه الدعوة التي ستكون من شأن علي عليه السلام والأئمة من بعده إلى ماذا؟ علماؤنا قالوا إلى ثلاثة أمور. أولها الدعوة إلى معرفة الله، والثاني الدعوة إلى طاعة الله، والثالث الدعوة إلى الأخلاق الإلهية. إذن عندي ثلاث مراحل، ماذا سأستفيد منها؟ أستفيد منها أعرض نفسي على هذه المراحل، هل تجاوزتها أو أنا في أي مرحلة؟ أنا في الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ هي مراحل متتالية. أولها معرفة الله عز وجل، وإذا خلص من معرفة الله جاء إلى طاعة الله، وبعد طاعة الله يأتي إلى التخلق بالأخلاق الإلهية. هذه ثلاث مراحل. مرحلة الأولى 13 سنة الدعوة إلى معرفة الله، ومن الهجرة إلى المدينة بالمسامحة وليس بالدقة بدأت المرحلة الثانية الدعوة إلى طاعة الله، ثم الدعوة إلى الأخلاق الإلهية. هنا أنا سأعرض نفسي على هذا، أنا ويا الدعوة مع الله لخالص، أنا موحد، أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن أنا خلصت من الأولى، أطلع إلى الثانية طاعة الله، خلصت لو ما خلصت. ثالثة الأخلاق الإلهية، خلصت منها أو لا؟ إذا عندي وقفة في أحدها لابد أن أسعى إلى التكامل. إذن هذا حديث معرفي ولكنه ينعكس على أخلاق الإنسان وعلى حياته وسيرته. أجي إلى المرحلة الأولى، مرحلة الأولى الدعوة إلى معرفة الله عز وجل. هذه المرحلة تحتاج إلى جدل وإلى برهان. سلام الله على إمامنا الصادق عليه السلام، سألوا قالوا له مولاي ما تقول في الجدل؟ يصير واحد يجادل في الدين ليش؟ قال والله كأن يعني أكو حكي أن الجدل في الدين منهي عن. قال من يقول؟ من يقول؟ ارجع إلى القرآن، ارجع إلى القرآن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم. قال هو الله يقول وجادلهم؟ تقول هذا واحد. ثاني قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال إذن هناك جدل. قال زين أسألك سؤال، هل جادل النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لا تسألني هل جادل، الله أمره وإذا أمره بأمر يطيع أو لا يطيع. قال إذن هو جادل. قال زين كيف الجدال؟ قال عندي الجدال جدالان، جدال بالتي هي أحسن وجدال بغير التي هي أحسن. كيف جدال بالتي هي أحسن؟ يكون عندك دليل وبرهان. قبل أن تتكلم في جدال أحد لابد أن يكون عندك دليل وبرهان. بغير التي هي أحسن، قال ذاك الذي يجادل وما عنده لا دليل ولا برهان. ليش قال بغير التي هي أحسن؟ قال هذا المشكلة مو بيعجز، سيجحد حتى الحق، حتى الحق سيجهله. كيف؟ ما عنده دليل، ما عنده برهان. لماذا تسجد على التربة؟ ما عنده دليل، ما عنده برهان. قال يعني هو مو لازم. تقول له شو وين رايح انت مو لازم ما ادري شلون؟ وجعلت لي الأرض مسجدا، من يسجد على غير التربة فليأتي بدليل. واللي يسجد على التربة هذا هو الأصل، جعلت لي انتهيت. اللي يسجد على غير الأرض هو اللي يجيب دليل، مو أنا، ما طالبني أنا بدليل. ولما عنده برهان يعرف يتكلم، إذا ما عنده برهان هنا الإمام يقول سيجحد الحق، وإذا جحد الحق فإن الضعيف من شيعتنا سيقول مذهبنا ضعيف، وكذلك ذاك سيغتر بنفسه يقول سألتم فما عرفوا يجيبون. إذن هنا الدعوة إلى الله ستكون بالجدل. زين هذه الدعوة
فيها عناء؟ قالوا نعم، لا بد أن تكون معها عناء. كيف؟ قالوا ارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله، تحمل عناء عجيبا جدا لما خرج إلى القبائل. كيف يخرج إلى القبائل؟ نظام الأسواق قديما، سوق عكاظ مثلا، أكل عرب عندها 10 أسواق، هذه الأسواق لها حماية وأمن، قبيلة تحميها، إذا تدخل السوق أنت آمن، وإذا يتعرض لك واحد بسوق موجود جماعة تحمي، ولهذا تزدهر الأماكن. النبي صلى الله عليه وآله استغل الفرصة فيأتي في الأسواق ويدخل إلى الدعوة. جاء إلى من؟ إلى بني عامر بن صعصعة. قالوا لا، إلى ما تدعو؟ قال إني رسول الله، بعد وأن تحموني حتى أدعو إلى الله. قالوا لا، أما الإيمان ما آمنا، ولكن حياك الله وتعال عندنا، ما دام جيت إلينا تفضل. دخل واحد قشيري من شاف النبي صلى الله عليه وآله، قال هذا إيش جايب لنا عندكم؟ هذا جايب لنا. قال والله، قال لينا بيجي ويانا، وإحنا قلنا لأهله ومرحب. قال لي وما تفتهموا، هذا أنتوا تعادوا كل الناس إذا صرتوا وياه. جاء وقف على النبي صلى الله عليه وآله، قال لا أطلع، ولولا أنت نازل بهالعشيرة ولا أقتلك. قام صلى الله عليه وآله يركب الناقة، من ركب عليها حرك الناقة نفرت به، وقع من فوقها إلى، شايف شلون العناء؟ ضباعة هذه امرأة مسلمة متخفية نادت ببني عامر، شنو هذا جاي عند عشيرة وهكذا؟ جو 3 منهم لزموا هذا اللي نفر الناقة، ضربوا أدبوا. النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم بارك على هؤلاء، اللهم لعن هؤلاء، ذول 3 الذين نصروه. سبحان الله، شوف الدعوة النبوية. لما ذكرنا البارحة الإنسان يسعى إلى دعوة من معصوم، 3 أسلموا، 3 رزقوا الشهادة بين يديه صلى الله عليه وآله، ومعروفين بالأسماء فلان وفلان وفلان وفلان. هنا عناء الدعوة، النبي لقي عناء، علي عليه السلام لقي عناء، الآن سيد الشهداء لقي عناء. يجي يقول لك الحسين تحمل قتل، تقول له أنت تعرف مقام الحسين أو لا؟ السلام على الدعاة إلى الله. النبي صلى الله عليه وآله في الدعوة تحمل، علي تحمل، الحسين تحمل. تقول له هذا هو طريق، لماذا اختار الحسين؟ تقول له أنت ما تعرف الحسين، لو عرفته داعيا إلى الله عز وجل لما لمته، لأن النبي صلى الله عليه وآله تعرض إلى محاولات قتل، مو مرة، مرار، هذه واحدة اللي قلت إليه، محاولات قتل متعددة. هو صلى الله عليه وآله يعني لو أصابه ضرر هم تقول وليش هو دعا إلى الله؟ تقول ما يصير، الدعوة إلى الله قد يكون معها مثل هذا. لماذا الحسين؟ تقول له تعال، أنت عندك نبي اسمه إسماعيل بن حزقيل، نبي الله إسماعيل بن حزقيل صادق الوعد المذكور في القرآن. من هو إسماعيل بن حزقيل؟ إسماعيل نبي من الأنبياء، دعا قومه إلى الله عز وجل فظفروا به، فسلخوا فروة رأسه وجلدة وجهه، شو إلى هالمقدار، فنزلت الملائكة عليه بأمر الله عز وجل، ماذا تريد؟ قال تكون لي بالحسين أسوة. تقول هذا نبي من الأنبياء إسماعيل بن حزقيل، نبي الله يحيى، تقول له الآن أنت واقف عند الحسين، لأنه لا يضع الحسين في مكانه. لما تضع الحسين السلام عليك يا وارثة، هذه سلسلة مر بها أنبياء، قتلت أنبياء، عذبت أنبياء، جرى ما جرى عليهم، الحسين واحد من هذه السلسلة، بل هو من سادتها صلوات الله وسلامه عليه. إذا تقول له أول هالدعوة إلى الله، تقول له الحمد لله أنا ناجح لأني مسلم وعقيدتي مبنية على الدليل، تقول له أطلع إلى الثاني، ما هو الدعوة إلى طاعة الله وطاعة الله؟ قالوا طاعة الله على نوعين،
مرة يجيب واجبات صلاة صيام الحمد لله رب العالمين، لكن أكو جانب آخر، الإذعان إلى الله. شنو الإذعان إلى الله؟ الإذعان إلى الله عز وجل بمعنى متى ما جاء حكم شرعي أنا مطيع. متى تصير هذا الإنسان؟ وين يختبر نفسه الآن؟ قبل لا أقول عن نفسي ناجح، وقبل لا أقول عن نفسي علي ملاحظة، لما يصير بيني وبين أخواني مشكلة في إرث، هنا تصير أذعن لو ما أذعن. الله شي يقول؟ إذا إلي نعم، وإذا مو إلي نعم، يا نعم يا لا. لما يصير بيني وبين شريك، لما يصير بيني وبين آخر قضية مال، أنا أظل ألف وأدور لو أقول إلهي شو الحكم الشرعي؟ أنا حاضر، وإذا أخذها من عندي بيعوضني لو ما يعوضني؟ أنا واثق بالله لو مو واثق بالله؟ أخذها شرعا مو إلي، خذها خذها وبرفع إيدي لمن؟ لله. إذا أخذ شيء ليس من حقي في بركة، هي مو عينك على الآن، وكم نكبة بتصيب الإنسان، وكم غم وكم هم، هو على شنو؟ على درهم؟ ولمن أخذه؟ لمن؟ بغمض عيني وبمشي وباروح وتاليها الوزر علي والمهنة لمن؟ لغيري. ولا شيء ليس إلي ما أريده. هنا إذن الامتحان الشديد في قضايا المال، في قضايا المال. أحد من كان مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر عنده أموال، عنده تجارة، عنده مزارع، عنده قرى زراعية، بعض أصحابه عنده مال. لما توفي الإمام الكاظم عليه السلام حليت الدنيا في عينه، قال للإمام ما مات، ما مات، والفلوس عندي وأنتظر متى يجي وياخذها. توفي، قتل، دفن، هذا حق أولاده؟ قال لا لا لا، هو يجي ياخذها، إذا ما يجي هو ما أعطيها أحد. أظل 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 زوج بنته يحكي، يقول فلما حضرته الوفاة جابنا، قال تعالوا هذه الأموال ليست إلي. هو عرف الآن بيروح وين، الأموال ليست إلي، هذه لعلي بن موسى الرضا، خلصوني منها. هذا زوج بنته قال شنو خلص منها؟ أخذناها وخلى، أخذناها وخلى. هكذا الإنسان ينتقل إلى طاعة الله. إذا كان عنده إذعان، من قال لي هذا أكل حرام تركته لو ما تركته، من قال لي هذا أمر حرام تركته لو ما تركته، هنا نجحت أو لا. إذا نجح تقول الحمد لله. أطلع إلى الأخيرة، ما هي؟ قالوا الأخلاق والأخلاق، قالوا أن تكون أخلاق نبوية. هذه الأخلاق ليست أمرا عاديا. يبدأ الإنسان يحاسب نفسه مع أهله، هي مع زوجها، مع أبي، مع أمي، مع من حولي. النبي صلى الله عليه وآله أعطانا قاعدة، خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. أهلي سعداء بي، لولا بدون أخلاق لن يتقدم الإنسان، ما يرتفع. أريد نفحات، أريد روحانية، أريد قرب، بدونها ما دام الإنسان يؤذي الآخرين لن يكون هناك شيء. رحم الله شيخ محمد جواد الهمداني، هذا رجل أخلاقي، جاء له واحد، هو ابن اللي يسولف، جاء له واحد قال شيخنا أعطيني برنامج، أعطيني برنامج يعني قرآن، سور معينة، أذكار معينة، اختار لي أذكار كثيرة ما أعرف شو أقرأ، أنا أطالع كتاب الأدعية ما أعرف شو أخذ شو أترك، أنت عالم شوف اللي يناسبني. قال له روح ما لك شيء. هو يسافر إلى من بلد إلى بلد، وجي له إلى همدان ويقول له ما لك شيء أبدا. ألح عليه ألح عليه، رايح جاي،
آخر التفت له قال له أنت لو أعطيك برنامج ما تنتفع، ماكو فايدة. قال له ليش؟ ليش؟ قال لي أنا أنت مآذي زوجتك، أنت وين تتقدم أنت؟ قال له عجيب. قال له نعم. قال له أول هناك رمم القلب اللي وراك هذاك، تعالي تعال، ما دامك وقلب أنت مآذن ماكو فايدة. رجع، رجع دق الباب، طلعت مسكينة قالت له رجعنا للسفر كل يوم وطالع أنت وكذا. سلم عليها، انحنى قبل إيدها، هذه ما عمرها شايفة أخلاق هالشكل. قالت له تش صاير اليوم؟ عجب من حنم بهالأخلاق العالية. قال لها هذا اللي أنا رايح للي تقولي ليش رايح، هو اللي مرجعني ويقول خل أخلاقك طيبة. قالت له أجل إذا شيخك هكذا، أجل مرة ثانية وانت رايح أمخذني وياك أتعلم عنده. هنا درس. علماء الأخلاق يقولون ما دام القلوب التي حولك طيبة وراضية، هنا يصبح الإنسان ما أمامه عوائق. أمي وأبي كيف؟ أهلي كيف؟ من حولي؟ إذن عامل الأخلاق عامل مهم لجانب الروح، مو قضية فقط أنا ليرضى عني فلان. عالم الروح والصفاء يحتاج إلى عالم أخلاقي. إذن وجدنا أن هذه المراحل الثلاث التي ذكروها هذه من مراحل محاسبة الإنسان لنفسه بعد أن قضى 13 ليلة في مدرسة سيد الشهداء عليه السلام، يطالع الآن توحيدي ولله الحمد، طاعتي نفسي صارت الآن مطيعة، وين حكم الله أنفذه؟ تقول له هنيئا لك، وأخلاق نجحت تقول له هنيئا لك، الآن تستعد إلى نفحات ونفحات من الله سبحانه وتعالى. تقول له هكذا مدرسة سيد الشهداء تعلمنا على الخلق العظيم وعلى الخلق الراقي وعلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله مع أقاربهم نموذج عجيب. هم عادوهم لما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة، ماذا قال لهم؟ قالوا لما أنت صانع بنا، ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم، هم مجرعين غصص، مجرعين غصص، ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم، أبطحوا وحللتم قتل الأسارى، وطالما كنا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبنا هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. يا عجب الله، جدهم يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا يقول إذا قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره. ليش أوطئ الخيل صدره وظهره؟ العبارة والله صعبة، ما بقراها إليك من تحليل، بقرأ لك نص التاريخ. أكو فرق، واحد يحلل واحد يقرأ لي نص التاريخ. تقول للتاريخ شي يقول؟ قال لما قال أوطئ الخيل صدره وظهره، هو وطأت على صدره كافي، قال لا قلبه وطأ عليه مرة ثانية. ليش؟ أجي أقرأ نص التاريخ، قال أراد ألا يبقى من جسد الحسين باقية. ولهذا أنت ما تسمع أرباب المنبر يقولون كلمة، يقولون جمع زين العابدين، يقولوا الليلة هذه يقولوا زين العابدين يطلع في الميدان وغيب 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 ويرجع،
يروح يمين يروح شمال يروح. قالوا ماذا يجمع؟ ماذا يجمع؟ قالوا يجمع أوصال الحسين. تقول له أوصاله شلون صارت متناثرة؟ شلون صارت؟ قال إيه صارت متناثرة لأن الخيل اللي جت من على بن على الحديد. بعد ما أفصل لك أنت تفهم وأنت تعرف أنت حسيني، هذه من على بن على الحديد، هذا النعل مجوف. بعد أنت تعرف القضية. تناثرت أوصاله على تلعات كربلاء. تقول له هذه الأوصال، هذه واحدة. الثانية بعد هم يقولوا وغاب في الميدان وصار يبحث في التراب. تعجبوا منه ايش قاعد يسوي، ما رفع ايده الا خنصر في ايده شايل. شو اللي صاير على الخنصر؟ قال ملا عطية ما تدري ليش. قالوا على التكاية والي قطع جمال الكفوف، عاين موزع على التربان من ضرب السيوف، ما راقب الله ولا دخل في قلبه الخاف، وما درى حسين آية الله ولوه جثة مطبرة. مد يمين مد يمين على التكة وبراها، ومد الشمال رد براها، والاكوانج زلزلت والعرش مال، ونزل خير الرسل طاها، والوصيف احل الرجال، والحسن والزاك يمه، والشعور من الشرى ضم الهادي بصدره، والبتول ما تنوح، وتقول يا محجة فادي بيا ذنب تبقى رمية بلا ضريح. ضم الهادي بصدره، والبتول ما تصيح بيا ذنب يا محجة فادي تبقى رمية بلا ضريح. ارخصني يا ابويا اردق الضب شعر يبدا مهذبيح. قال بويا اخذي وناخذ، والشعور من الشر. هذا خنصر الحسين، هذه أكف الحسين، هذه أوصال الحسين. إذا الوضع هكذا أجل ما ينشال، ما ينشال. قال ما ينشال. سامحني سامحني وإحنا بختام هالليالي، سامحني. أنت تشيل الجسد إذا العظام متماسكة، لكن إذا عظام الصدر مكسرة وعظام الظهر محطمة والجسد مجرح مجرح وخيل واطية عليه، مجرد مديدة بشيلة، وإذا يجي على الجانب شيلة من جانب يطيح جانب. لهذا يدور على ماذا؟ على بارية بارية. رفع رأسه روحي فدا. قال بني أسد علي ببارية. جابوا البارية حط الجسد فيها على الحصير مدده وغاب في الميدان.
وجو في ايده قطعة كبد وياها سهم مثلث وخلاها بجواره، جاب الاوصال جمعها. كملت الجنازة لو ما كملت؟ وين تكمل؟ وين وين حسين؟ مد يده إلا جاية بني أسد تريد تمد يديها، قال إن معي من يعينني. من وياك؟ ما وياك أحد. لو كشف لكم الغطاء لرأيتم رسول الله حاضرا. شوفوا علي حاضر، الحسن حاضر. أسألك سؤال، أمة تحضر لو تغير؟ مد يده وحمل الجنازة، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما ليلي أما حزني فسرمان، وأما ليلي فمسهان، حنا ظهر على أبوه أحسن، والله يعلم بحال. بدال الكفن والتابوت لف انباري وشا، ولم الجسد المطشار يا ويلي وجمع وصا. عجب من نزل بقبرا قلبا من شطر شطر، ولا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطع، والكفان خلاها بقبرا والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرماح مرف يتهادوه، وولا ومن قلوبهم يشوفوا. آه وإذا لسان حال ولدي والسد رضيعي على صدري، يقل له خل الطفل يبني على صدري، وخل النحار يضوى عيني على نحري. أهال التراب عشر جلب، أهال التراب كتب عليه هذا قبر الحسين. لا إله إلا الله، هذا قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا. وارى قمر بني هاشم، وارى الجنائز، جاء إلى دابة ليصعد. قالوا يا عبد الله من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ قال أنا حجة الله عليكم، أنا علي بن الحسين، وهذا قبر أبي الحسين. ورجع إلى الكوفة، وصل إلى الكوفة، دخل على عمته زينب شافته. ابن اخي وين رايح؟ وين الغيبه؟ وين الغيبه؟ قال عم ذهبت الى مواراه ابي الحسين.
رحت يم ابو علي واريته اي واريته، قالت اجل بالله انشدك ما شربت يا دفا بخيت قلبه لو دفنت حسين عطشا بالله يا دفان الولي ردا علي عطشان اخويا لا شرب قطرة يا من دفنت كان رشيت البنية بل قد ترد روحه تراه مات لهفة بالله يا حفار القبور وسع مكانه وبهداي عن راس القلب دشل عزانه وين احباب زينب وقل له اخيتك شبعت مذله وما الختام بيت الختام أسألك الدعاء حرقت قلبها زينب عندها لوعة بقلبها اسمع ايش تقول لأخوها قل لأخويا أنا مشيت بدروب كثيرة أنا مشيت جاب زينب من بلد إلى بلد أنا مشيت بدروب كثيرة وديرة قامت تبشر بديرة أخت عباس جابوها أسيرة بعد عندك دمعة بعد ابن اخي تعال انشدك يا عم يا علي نشدك قول يا عم انشدك يا عم يا علي نشدك عادة الميت خلّه على التراب خده شلون دفنت ابوك احسن وهو اسمع ما غسلوه ولا لفوه فيك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل اللهم أرض عنا صاحب الزمان يوم ينظر إلى صحائف أعمالنا اللهم لا تمتنا حتى ترضى عنا اشف اللهم مرضانا واقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين تقبل اللهم أعمالنا اللهم
واجعلنا ممن واسى فاطمة الزهراء روحي لألفداء في مصابها. اللهم ولا تخلنا من مآتم سيد الشهداء عليه السلام من كان حاضر مجلسنا وعنده حاجة. اللهم اقض حاجته، فرج همه، اكشف غمه، من على المرضى بالصحة والعافية، وإلى موتانا وموتاكم، وعلى الخصوص موت المؤسسين، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.